وانتماء الشعب العراقي بهذه الطريقة الموجعة والمؤلمة. بالتأكيد أنا واثق من أن هذا الشعب لا تزيده هذه الضربات الموجعة إلا صلابة وعزما وتحديا وإرادة، أنا واثق من هذا الشيء، ولكن هم يريدون أن يطبعوا العقل والوعي العراقي على هتك المقدسات وعلى استباحة هذه المقدسات. هم يريدون أن يعودونا على أن نتقبل منهم هذه الجريمة عندما ينصف مرقد. أنا من زمان حضرت كل من يعنيهم الأمر ابتداء من المرجعيات الدينية والمرجعيات السياسية والقيادات ووجهاء المجتمع العراقي ومن لهم القرار أو التأثير في هذا المجتمع. حذرت من أن هدم قبور الأولياء والصالحين وأبناء الأئمة هي تمهيد لهدم قبور الأئمة، فإذا سكتتم عن هذه عمليات الهدم التي تطال الأئمة في القرى وفي الأرياف، أبناء الأئمة وسلالتهم والصالحين والخيرين والسادة، وعندما هدمت هذا كان جلس نبض حتى تهدم قبة سامراء. وأظن أن قبة الحسين وقبة علي بن أبي طالب هي المرشحة أيضا بعد أن تطحن أعصاب وضمائر ووجدان الناس بهذه العمليات وتطبيع وتطويع العقل العراقي لتقبل وقبول هذه الظاهرة. أعتقد أن ما هناك مقدس سيبقى على هذه الأرض، لذلك أنا أقول دعوا الناس وشأنهم، يعني لا أدعو إلى فتنة أو إلى رد فعل غير مدروس، ولكن الناس هم حماس مقدساتهم وهم حماس